السلام عليكم. احذر أن تكسر قلب إنسان هو أضعف منك، ليس له ناصر عليك إلا الله. واحذر أن تعرض نفسك إلى إنسان ليس بينك وبينه إلا رفع كف فيقول يا رب أنا ضعيف خذ حقي منه. احذر أن ترفع عليك يد أكف مظلوم أو مغلوب وخاصة النساء. احذري من فتنة أو كذب أو إشاعة أو بهتان، ولأنكم تدرون أن أكثر أهل النار هم النساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.